هل الميت يسمع من يزوره؟ أجبنا من قبل بأنه فور الوفاة قد يسمع شيئا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرع نعالهم. ولأن النبي قال: بعد أن ألقي الكفرة في قليب بدر: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وقال عمرو بن العاص لأولاده: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي أما بعد ذلك فالله يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ويقول رسول الله في الحديث لما قيل له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قد ورد أن الميت يعذب فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان، فالله أعلم.